ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. فمن أراد أن يكون مخلصا في طلبه العلم فينبغي أن يراعي وجود هذه الأصول 4 في قلبه. فالأصل الأول رفع الجهل عن نفسه بأن يقصد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه بتعريفها بطريق العبودية لله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني رفع الجهل عن الخلق بأن يقصد رفع الجهل عنهم ساعيا في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بثه رغبة في حفظه لئلا ينسى ويطوى من الأمة. والأصل الرابع العمل بالعلم، فينوي عند أخذه أن يتحرى العمل به. فمن أراد أن يتحقق بالإخلاص في العلم فعليه أن يطلب وجود هذه الأصول 4 في قلبه.